في دارنا عاد مع بابا مع ماما اخويا الصغير كيفاش كنعيش عاد. من بعد خرجت من المدرسه. خرجت من المدرسه جلست في الدار شما بدات كتبدل لي حياتي. بديت كنتشبلا بديت كنكمي حشيش بديت كندير شي حوايج ديال شي حوايج بزاف. المهم درت شي حوايج كبار من السن ديالي. بعدا فاش دازت مدة ديال انا عديت 13 عام دازت مدة ولا عديت 15 عام لقيت راسي خرجت على حياتي ديال بصح. لقيت راسي تبليت ضربت ايديا درت شحال من حاجة خايبة. المهم من بعد دار من عرفوني تبليت ضربت ايديا حاولوا معايا باش نحيد داكشي. حاولت ماما باش ديني المصحة ديال الادمان. هربت لها من الدار. من بعد ولات عندي 19 عام وقع لي المشكل. تلاقيت مع واحد البنت ديتها معايا لواحد البلاصه صافي. من ورا جيت للسجن. انا ما تبلي اول حاجه انا ما تبليش في المدرسه. انا حتى خرجت من المدرسه تعرفت على واحد الولد بسببه هو تبليش. انا ما تبليش في المدرسه بسبب داك الولد تبليش. من بعد وليت انا كنمشي نقلب داك الشيء بوحدي و في بلاصه في دارنا في كنسكن انا حتى شي واحد ما كيدير شي حاجه. يعني لا الاب ديالي لا خويا الصغير بعدا ما كيعرفش البلية انا كبر منه. حتى شي واحد ما كيدير شي حاجه. انا بوحدي في العائله اللي خرجت بحال هكا. ديك البنت كنعرف هي صاحبتي مشات معايا عند واحد الولد كنعرفو انا. من بعد فاش مشات معايا هي مشات معايا بخاطر مشينا جلسنا. من ورا فاش هي مشات بحال هكا كتجيني ديكلاراسيون بان ديت هذيك البنت. هي مشات قالت لهم بانني ديتها عند شي واحد اغتصب. ملي مشيت للكوميساري قالوا لي بلي السيده اللي كتعرفها اسم بلا ما جبت الاسم ديالها بانك ديتها لشي واحد اغتصب. صافي من ورا جيت الحبس. شحال حكموا عليك؟ حكموا عليا بثلاث سنين. وهاد البنيته اللي ولدتي بصراحة فاش دخلت السجن ما كنتش عارفة راسي حامل. دخلت دوس مدة ديال شهرين من بعد عاد باش عرفت. متزوجة؟ لا. مع هذاك السيد اللي كنت؟ من بعد فاش عرفت بصراحة ما تقبلتهاش. ما قدرتش نقولها لماما. وقعوا لي مشاكل بزاف مع دارنا حيت هما تقبلوا مني بزاف ديال الحوايج خايبة. تقبلوا مني انني تبليش انني مشى ليا شرفي وانا صغيرة انني ضربت ايديا. ولكن فاش عرفوني حامله في الاول ما تقبلوهاش. ماما كانت كتجي عندي هنا للزياره فاش طلبت المضافات وهذا فاش قالوها لها وشرحوا لها ما تقبلهاش. ولكن من بعد فاش ولات جات عندي السبيطار تقبلهاش عادي. والسيد اللي وقع لك معاه المشكل اللي الاب ديال ما تيجيش ما فراسوش انك لا لا عرفني ولكن ما مستوقش مع البالوش. دونك حياتك تبدلات؟ حياتي تبدلات بزاف. بنتي ندمت بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. ندمت بزاف. دونك حتى انت غدر بك الزمان؟ بزاف. انا دابا حاليا كنكون بعد المرات جالسه مع راسي كنبدا نفكر شنو اللي وقع ليا كنبقى نبكي كنتشخنق. ما كاش الدنيا ترجع لور ما عاودش هادشي اللي وقع ليا دابا. قريت في السونطار خديت ديبلوم في السونطار. ديال خديت ديبلوم ديال الخياطه. من بعد فاش ولدت بغيت نتقايد عاوتاني ولكن ما كاين دابا مع انا دابا ولدت ما يمكنش ليا حيت خاصني نبقى مقابله بهادشي. المهم بخير داك الدبلوم خديتو ملي غنخرج نقدر ندير به شي حاجه. انا الرساله اللي نوجه للدريات اولا سن المراهقه فاش كتجي هي اللي كتخلينا نديرو شي حوايج اللي بزاف. فاش تكون فينا سن المراهقه نحاولوا نتقربوا من اقرب حاجه اللي غادي تكون اللي غادي توريك شنو ديري وشنو اللي ما ديريش هي الام ديالك. حيت هي كتوريك بزاف ديال الحوايج. انا كون سمعت الهضره ديال الام ديالي ما كنتش غنكون دابا هنايا. هي كانت كتقول لي شي هضره ملي كتكون جالسه معايا كتهضر معايا كنستنى تلاول. كاين اون فوا كتنوض كنسافر ديك الهضره كنساها كنمشي ندير داكشي اللي قال لي راسي انا. غدر بيا الزمان بزاف.
بصراحه ماشي الدنيا هي دايره اصلا بحال هكا، ولكن ملي ما كتعرفش كيفاش تمشي في راسك في الاخر كتلقى راسك ضعش. انا بصراحه من واحد الناحيه يقدر بيا الزمان، ولكن من واحد الناحيه اللي انا درت الشيء بايدي، شي واحد ما دار لي. كنت عايشه اسره هي اي حاجه واخا فقيره اي حاجه كنبغاها كيجيبوها لي. حداري ثم حداري، اول حاجه اللي صعيبه بزاف هي البلي. البلي ما كدير حتى شي حاجه، كيقولوا لا انا غنكمي باش غنسى واحد المشكل، لا غادي ناكل فانيد غنتشقرقب باش نسى واحد المشكل، لا بالعكس راه ملي كدي تقرقبي وكدي تكمي غاتكمي الزوانات غنسى غينسيوني. بالعكس ممكن نسيو حتى شي حاجه، كدوز واحد المده كتلقاي راسك انك ما نسيتي والو، انك اول حاجه هلكتي صحتي، ثاني حاجه المظهر ديالك كيولي ما كتبقاش فيك ديك الحس ديال الانوثه، حيت البلية ما فيهاش شي حاجه اللي مفيده، ما فيهاش، بالعكس هي خايبه بزاف. كتخليك ديري شي حوايج كتخليك ديري شي حوايج اللي كتكوني واحد البنت مربيه في داركم، ملي كدي تبلاي ما كتبقاش همك حتى شي حاجه، كيبقى يهمك لا الناس في الشارع شنو غايقولوا عليك، لا شي حاجه ما كتبقاش همك، كتولي ديري داكشي اللي قال لك انت راسك. في الاخر ملي كتوعي بداكشي اللي درتي كتلقاي بانك فات الحال، بانك درتي شي حوايج خايبه اللي واخا ما عرفتش شنو ديري ما ترجعش بك الدنيا الله باش تعاودي تصلحي داكشي اللي درتي. انا دابا هادشي ما معدوبش نفعني، انا في الاخر جيت الحبس لقيت لقيت راسي حامله ولدت صراحه لا نقدر نقول انا الدرياش احسن حاجه يديرهم انهم يكملوا قرايتهم وما يخرجوش من المدرسه ويتصاحبوا مع شي وحده لا تكون هي احسن منهم، لا توريهم شي حاجه الاحسن باش ترجع بهم الله. واش اللي نقدر نقول؟ شكرا. لا شكرا على وجهك.